الوقت كنت مصر انه اقرا وان اطالع وارسم واكون رسام واكون شاعر واكون موسيقي واتحدث بلغه الشعر والحب. انت قريت تقريبا كل دواوين الزرقباني؟ طبعا. لمين قريت كمان من الشعراء؟ في كثير يعني. في كثير كنت استعين بالمنجد في ينصاب لغه المتنبي جدا صعبه. في فراس الحمداني في اما احكي لك عن الشعراء مثلا شعراءنا اللي مثلا الله يرحمه الاستاذ عبد الوهاب بياتي مثلا بدر شاكر السياب لميا عماره نازك الملائكه شعراء كثيرين يعني انا ارجو انه اخاف انه ما انسى مازال حكينا عن عبد الوهاب البياتي طبعا شاعر العراق بحلقة بحوار العمر انتقدك نعم وما بعرف إذا بتتذكر أو حدا خبرك عن الموضوع قال إنه أنت يعني ما غنيت للعراقيين بمعنى إنك ما غنيت شعر لشعراء العراق منهم البياتي طبعا نعم وإنك ابتعدت عن الموسيقى الفولكلورية والأصيلة العراقية نعم هو كل انسان عنده وجهه نظر وانا احترم وجهه نظره لان وانا التقيت فيه بصراحه في القاهره كان بطريقه صدفه في شيراتون في جنب الاوتيل جنب البيت والتقيته مره في الاردن يعني هو كتب لصالحي وبعدين راح حكى ايضا وجهه نظره يعني عتبان عليك كان عتبان عليك ليش ما فكرت مثلا بقصيده لعبد الوهاب البياتي؟ والله فكرت اقسم لك انه انا فكرت يعني حتى والله العظيم وانا اشوف نبأ وفاته وانا جالس هنا وانا يعني اصدقائي خرجوني من البيت واهدى وما اعرف ايش انه بالوقت اللي سبحان الله انه اتصل فيه انه داعلن عن تعاون جديد بيني وبينه ما لحقت انه اروح اشوفها هذه يعني ما كنت محظوظ باللقاء الاخير له ولا الراحل الكبير الجواهري حبيبي الجواهري يعني انا كنت ما اعرف يعني كان ما عندي حظ انه أن اكمل المشوار كان معك وقت يعني كاظم انك تقدر تشوفه للبيت وتاخذ منه قصيده ليش ما اخذت منه قصيده يعني ما كنت عرفت انه عتبان عليك في الاخير عرفت عتبان علي يعني بس بالاخير كنت احاول انه حتى افاجئ بعمل على العود ابعث لي اياه مثل ما بعث استاذ نزار كنت بس للاسف يعني قدر يعني بس الله يرحمه احنا بس ممكن يصير هالشيء؟ ما اعرف يعني كل شيء لو في موافقات من اهله طبعا اكيد لان انا ما اعرف اعمل لشاعر بدون ما استاذن من الورثه اللي موجودين. قديش مضبوط انك ابتعدت عن الموسيقى الشعبيه العراقيه والفولكلوريه انا افرح مرات من يقولوا لي هالكلمه هذه يعني مثلا لو تجي على اعمالي انا عندي حوالي 120 عمل 120 اغنيه حوالي 80 من عندهم عراقيه صرف 100% وال20 موزع بين قصائد بين اللحن الرومانسي اللي في مثلا بيانو عامله مثلا في اشياء موسيقى كلاسيك في هارموني في يمكن 20 او 30 اغنيه فقط من هذه الاغاني، اما البقيه يعني نسبه كفه الميزان هي لصالح الاغاني الشعبيه. انا درسوني في المعهد شو هو اراء مختلفه يعني تجيني على موسيقي مثلا يقول لك انا كاظم اراء كموسيقي في القصائد اللي عملها. يعني مثلا من تسالين اي موسيقي في البلد في مصر او في اي بلد عربي. راح تشوفي انه تفوقت على لان القصيده صعبه. انا ممكن اعمل اغنيه بسيطه عراقيه او ممكن اخذ الفلكلور واغني بس هذا مو طموحي وين شخصيتي وين دراستي وين لمسه التعب اللي موجوده في الاغنيه ما اصير حالي حال اي مطرب احط التليفون واروح اغني يجي الملحن يجهز العمل يجي فلان يجهز الشعر وين شخصيتي انا شو انا بدي اسالك وين شخصيتك؟ يعني الموسيقى شخصيتي العمل الموسيقي 20% من شغلك هو الكلاسيكي اللي بعيد عن الفولكلور العراقي وهيدوليك طالعين من الفولكلور مو العراقي مو من الفولكلور لا أو من يعني يعاملهم بشكل بسيط انا عاملهم يعني الحان اسميها الحان بسيطه يعني الحان مذهب وكوبليهات اثنين ايه مثلا مذهب وكوبليهات اثنين مش شابين مو مثل تسمعي اني خيرتك فيها
فيها انتقالات، فيها عمل مثلا مدرسة الحب تسمعي فيها هارموني، فيها عمل الكورال في التحديات. شو اسمه نوع الموسيقى؟ موسيقى كلاسيكية عربية هيك؟ أجمع الكلاسيك، مثلا أجمع المدرسة الطربية، أجمع الكلاسيك، موسيقى عالمية، أجمع أشياء اللي درستها أنا، الموروث اللي أخذتها من بلدي مثلا، أجمعها كله خزين. ومن الأرض أعمل لازم أخلي لمسات عراقية، يعني لو تسمعي أنا وليلى، في أنا وليلى حتى عامل باك جراوند، تسمعي صوت ثاني يعمل اللي هو بالمشاحيف، يغنوا في المشاحيف أو يغنوا أيام الحصاد للفلاحين، يعني داخل قصيدة. ايش اعمل اكثر من هذا؟ ما بعرف. انا قلت لك سؤال، يعني عبد الوهاب البياتي في برنامج، مو كل واحد وجهة نظره، هو انتقدني انتقاد لان هو شاعر. يعني مثلا انا لا ينتقدني موسيقي غير تختلف، يعني لو انتقدني موسيقي وقال مثلا الموسيقى عاملها في اناقشه، يعني في الموسيقى في يدخل تفاصيل الموسيقى ونتناقش معه وجها لوجه. اما مثلا كشاعر، لان انا مثلا ما غنيت لشعراء عراقيين، هو محق. ولكن يعني في نقطة استفهام، انه هل قد العراق عطيت شعر وشعراء؟ كاظم الساهر يعني العراقي لم يغني لأي شاعر 80 عراق. أغنية عراق كلهم شعراء عراقيين، ومجرد يمكن شعراء مكرسين في الأمة العربية، مش بس شعراء أغنية. يعني عندك حق، مثلا بدر شاكر السياب، أنا مقصر، يعني أنا مو بس مقصر، أنا أخجل من يذكرون اسم الشاعر بدر شاكر السياب. انا ما اعرف وين اخبي صراحه نفسي. كنت اعمل في قصيده كبيره، وكنت عاملها مفاجاه، بس سمعت انه كنت مطرب عربي نزلها، خلص انسحبت. انا ما احب ادخل تفاصيل المنافسه وال بالصحافه، فلان غناها قبل وهذا غناها قبل وهذا المفروض يغنيها هو والمفروض هو حقوق. انا ما احب هاي الاسلوب، يعني تعبت. الان انا بدات في وحيدا، أغنية اسمها وحيدا لا أعمل فيها، وأيضا في لشعراء عراقيين أنا سعيد أتعامل معهم. الآن الأستاذ عبد الرزاق عبد الواحد هو يكتب الأوبرا، الأستاذ عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اللي هو اللي عاش في زمن السياب وعاش في زمن لميع عمارة، وفي شعراء أنت لصفاتنا كنت تفكريها، اللي كل يفكروها الاستاذ نزار قباني، نزار قباني ويا طاهر سلمان ايضا من العراق، من البصره. وان شاء الله على جلستنا في هذا البرنامج فعلا خليتيني شويه اراجع نفسي من جديد. يعني فعلا كاظم ساهر، يعني مثل ما قلت لك بفتكر ان نزار قباني كرسك، يعني ما بدي اقول بس كرسك، انت مطرب مهم يعني، بس نزار قباني عطاك اظن انا اضافه معينه طبعا. ومثل ما قلت بالمقدمه، وكانه العالم العربي عم بفتش على شيء يختلف، هناك مطربين كثير مهمين ومغنيين كثير مناح بالعالم العربي، وطبعا في اغنيات كثير رديئه بدون شك، في مرحله في اشياء جميله كثيره، بس في مرحله ما في نجوميه كثير. انت كثره، لان الكثره هي الكثره، اعتقد احيانا الكثره تخلي الناس تدوخ. يعني مثلا انا اسمع بالشهر، يمكن انا ما اتابع كثير، بيني وبينك انا اتابع البرامج الثقافيه الادبيه السياسيه في التلفزيون اكثر شيء، اتابع ابحث في شخصيات، ابحث في اقلام المعروفه كثير احبهم اتابعهم اكثر، لان كثرة المطربين في أغاني حلوة تنظلم، يعني في مطربين مساكين أغانيهم تنظلم، يعني تروح مع الكم الهائل النازلة. ولكن صدقيني لو تقيسين عن أيام زمان والآن، في مجموعة الآن أغاني جميلة جدا، في أصوات جميلة، في مبدعين في الساحة الفنية، بس ما في عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، يعني لأن مع احترامي للفنانين، يعني فيهم يعملوا الاسماء مثل اسماء ايام زمان، ولكن يعني كيف احكي لك؟ انا عندي اصدقاء من المطربين اقول لهم انتم عندكم جمهوركم عظيم، يعني ليه ما تفرغوني؟ يقول لي خليني مرتاح. مثلا يعني شو خليني؟ يعني خليها على الله، يعني خليها انه ما في انا ادخل تفاصيل، اروح ابحث في الدواوين، اروح ابحث اتحمل الشاعر، اجلس معه. مثلا انا اجلس هاي الجلسه تذكرني الان، كان هذا مكان كان كريم العراقي وانا مكاني امامه كنت، واغنيه يمكن كتبها مسكين يمكن 30 مره كتبها،
وليالي نعيش سوا انا بعض اخر شيء يروح يتعب ببيته، يعني حتى صرت اخجل يعني من هذا الرجل صاحب عائله لازم يروح ببيته يجلس، يعني الى متى يظل يحترق وهو من يكتب ينزف، يعني مش احكي لك مرات انا اخاف يعني وجهه يتغير لونه يتغير يصب عرق، لان الفكره ما تجي سهل، يعني الفكره اوكي سهله لكن السطر الاول كيف يكتب على السطر على الاسطر، هاي المشكله الكلمه الاولى فما في هذا الاحتراق، ما في هاي العائله الجميله اللي كانوا يعيشوها ايام زمان، العائله الموسيقيه العائله الفنيه اللي تجمع الشاعر والملحن والمطرب والموسيقيين، كل واحد يعطي وجهه نظر وكل واحد يعطي راي، ما في هاي، صعب صعب. يقول لك انا مثلا خليني اعيش حياتي شنو راح اعيد، انا يعجبني لو تشوفي بيتي تبحثي الدواوين اللي موجوده ببيتي ما شاء الله، يعني جنب راسي لازم في 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 فوضى يعني في الكتب، انا يعجبني حتى قبل ما انام اقول يا ربي القى لي فكره، اللي يحب يقدم شيء لجمهوره لازم يصبر. مين لفت نظرك من المغنيين العالم العربي الان؟ في اصوات احب اسمعها، في اصوات جميله، في جورج وسوف واختياراته حلوه على فكره، في اغاني كثيره عنده حلوه، في هاني شاكر، وايضا هاني شاكر اعتبره من يتعبوا على عملهم يتابع العمل، في اصوات جميله جدا ولكن هو عتب بسيط، ولكن انتظر من عندهم يا ريت يعني اشياء بمستوى الامكانيه اللي عندهم الجميله، مثل علي الحجار من الاصوات المهمه جدا في الوطن العربي، محمد الحلو، في اصوات كثيره يعني ما اعرف احكي لك، في من الفنانات اللي فعلا يستحقوا الثناء ماجده الرومي اللي تتابع عملها وتتعب، يعني انا تعبتني في طوق الياسمين. ايه هلا بنحكي عن طوق الياسمين. وفي يقدموا فن جميل واصوات جميله، في لطيفه تتعب على عملها وتحترم عملها جدا. في اللي انا اعرفهم، اما اللي ما اعرفهم يعني من بعيد ما في احكم. اكيد عندهم في اصوات جميله، اصاله من الاصوات الرائعه. في اصوات كثيره طبعا. كاظم في يعني صار عمل هو طبعا كلمات نزار قباني والحانك وغناء مجد الرومي اللي حكيت عنه هلا طوق الياسمين، انت كيف بتقيمه هالعمل؟ بالضبط انا من عملت العمل بالضبط ما عملته انه حتى يطلع كاسيت، انا عملت هذا من اجل المسرح، وهو الفكره كانت من كنا عملناه وجلسنا الجلسات الطويله انه هذا العمل سينما، عاملي يصور سينما ويتصور مع الاوركسترا، يصور في قصة فيلم سينمائي يكون صغير، هاي فكرته. عشان هيك في حكي بالاول قبل بالضبط الموسيقى، في يسرى فنانة يسرى اشتركت لكن للاسف ما تنفذ، يعني ان شاء الله يجي يوم. لازم صحيح انك ما بتاخذ اجرتك وقت تلحن لناس ثانيين؟ لا حرام عليك، شو اجره، عيب. شو عيب؟ لا عيب، انا اعتبرها ما بالنسبه لي، يعني انا رجل ما يوميا اوزع الحان على الناس، يعني ما هو يعني بتعامل مع ناس يعني يكون كلمه بيني وبينهم مثلا واواعدهم وخلص انتهى، يعني كيف يكون السعاده الكبيره ان يضعوا اصواتهم على اللحن؟ شو اخذ فلوس؟ بس هدول الحانك يعني بيكون في كثير ناس يعني عجقه عليك اذا ما بتاخذ، يعني لا انا معروف عني مثلا ما اوعد، يعني لو وعدت اقول لهم مثلا في كم من اصدقائي يعني الفنانين فنانات، بس من المستقبل، انا متفرغ فقط الان لعملي فقط، الاعمال اللي اضعها لنفسي. ما عبالك تلحن لحدا مهم يعني؟ في جلسه جلسنا انا وفنان هاني في عمل، لكن بعد لسه لازم اعطي عمل كبير يعني. كمان اذا بتسمح رح توقف مره مع الاعلان نرجع لحديث هون اللي صار مع ماجد الرومي وكانه لن يتكرر، يعني بتهيألي في عندك شوية عتب كمان على الموضوع. لا بالعكس يتكرر اكيد بكل سعاده. ليه؟ كمان في تجربه مماثله مع لطيفه التونسيه، يعني شعر نزار قباني الحانك وغناء. نعم. كيف كان التعامل؟ ممتاز. تلومي الدنيا يعني صارت بكل حفلات الناس تطلبوها
ليش عطيت كثير للطيفة التونسية؟ لأن وقت اللي اجيت في مصر من تونس لمصر كان في تجربة جديدة بالنسبة لي، أنه أنا أعمل ألبوم لفنانة عربية والناس يحبوها وعندها شهرتها، فكنت حاب أختبر نفسي أنه كيف راح تكون تجربتي، أنه ألبوم كامل كله موسيقتي ومو بصوتي يعني صوت آخر. فكانت تجربة جميلة يعني، كانت أخذت أغنية استحالة أخذت الأولى في مصر في مجموعة أغاني حلوة كانت كثير، أنا فرحان فيهم بشكل يعني. في عمل وطني أهيه بتونس الخضراء مثل النشيد صار عندهم كل مناسباتهم السعيدة والهذا يغنوا للناس. تعرف في إشاعات كثير حول قصتكم أنت ولطيفة تونسية، سمعت فيها؟ ما نحكي بالمواضيع هذه، نحكي مواضيع أعمق أجمل يعني. كل شيء عميق في الحياة إلا الإشاعات. الإشاعات أحسها ما أعرف يعني. يعني أنا مثلا أحب أقضي الوقت في لغة جميلة ليست لغة القيل والقال عن فلان غايب أو كان محب. بس أنت يعني شخص عام كاظم الساهر، بتعرف أنه يعني صحيح أنت بتحاول تحمي حياتك الخاصة ومعك حق طبعا يعني أنا لن لو أعمل في مثلا بس في أنت يعني شخص عام بالطبيعي يعني أنه يصير في حولك كثير خبريات منها مضبوطة يعني ومنها مش مضبوطة. لا والله أنا أحكي لك، بس الله يسامحهم يعني، الله يسامحهم يعني. مثلا كل إنسان عايش حياته ومستقل، كل إنسان عنده ظروفه يعني. أنا مثلا مرات خلوني مثلا أخذ توبة بعد ما لحن مثلا. نعم توبة إذا تعامل مع التلحين مع الآخرين من وراء الإشاعات يعني. هم حبوا ينتظرون عندي هالكلمة يعني. إيه أنا أظن إنه حبوا ينتظرون إنه كلمة توبة، بس إن شاء الله ما راح أقولها يعني. لا أنا بقول هيدول إشاعات حلوة مش إشاعات بشعة. لا بس أنت كمان حوطك إشاعات بشعة، منها طبعا كثير جاوبت عليها قصة مرضك. صدقيني أنا بالدرجة الأولى ما يهمني يعني، هي مضحكة هالإشاعة، بس بالدرجة الأولى أنا يهمني بس أمي. إيه بعرف أنا سمعت لك يعني حديث يعني كثير يعني أثر فيه. أما هذا اللي مضحكة يعني، مضحكة يعني. في واحد مريض يقف على المسرح 3 ساعات يغني، 3 ساعات 4 ساعات. في واحد مريض يلعب يومية رياضة ساعتين. في واحد دبكة، أنا عامل آخر أغنية الآن إن شاء الله تشوفوها بالبرنامج قولي أحبك، عامل فيها دبكة وعامل فيها يعني شو. لو أنا مريض أنا أعلن عن نفسي، لو أنا فيها عندي مرض يعني والله العظيم أعلن عن نفسي أقول لهم يا جمهوري أنا مريض وتعبان ولازم أتوقف ولازم كذا وانتهى، شو المشكلة؟ لا بس فيك تقول أنا مريض وأنا مكفى كمان، ما حدا له علاقة بالموضوع يعني. لا صعب صعب. لا صعب. ليش برأيك هالإشاعة أولا طالت ونحكى عنها؟ ليش يعني شو الغرض منها؟ أولا قسم وعزو قصة الشعر انه هذا كان وقع الشعر وتمرض مرض خبيث وما اعرف ايش. ثاني شيء انا نزل وزني تقريبا 11 كيلو مباشرة يعني في وقتها، وصار فاعتقد هاي شجعتهم، هاي شجعتهم، شجعتهم ان يمسكون. مش لانه اوقات كمان تختفي عن انظار الناس، ما بيقعدوا الناس يعرفوا، ما هم الناس عارفين طبيعتي يعني. انا شبه معزول يعني، شبه ما اعرف، عايش حياتي في مملكتي البسيطه هذه. شفتيها المكان هنا، البيانو هنا، العود هنا، اغراقي عندي، اجمل ساعات اقضيها يعني. مثلا تساليني كم بالسنه اسهر كالي نفسي انبسط يعني، يمكن مرة أو مرتين، ويمكن ما أسهر إلا ضمن العمل، إلا أكون أنا أغني. صعب يعني، حتى لا أبالغ، خلينا نقول 5 مرات 6 مرات يعني، حتى يقول لك الناس معقولة مثلا. في كثير أسرار حول حياتك يعني. ما أحب أروح الجلسات اللي هي عامة وأدخل في تفاصيل الكلام عن الآخر الغايب، ما أحب يعني، ما أحب أروح أجلس شامل فلان طلعت لابس كذا، فلان ما اعرف ايش، هذا ضعيف، هذا غليظ، هذا اشياء، هذا لابس
لون رمادي ذاك لابس لون ما اعرف انا شي دخلي بالكلمات هذه. انا اجلس مع هنا مع اصدقائي احيانا مثلا يزوروني ناس مثلا جلسات نسميها ادبيه، ندوات ادبيه، ندوات موسيقيه، نعمل جلسات فيها معنى، جلسات فيها لغه موسيقى، لغه شعر، جلسات تناقش برامج. هنا اكثر وقتنا نقضي على البرامج اللي تخرج في التلفزيونات اللي في الفضائيات. في الفضائيات في برامج يعني فعلا انا حتى مرات احب اسوي مداخلات معاهم بس اخجل اقول لا خليني متفرج فقط حتى استفيد من خبرتهم. وين اروح يعني؟ وين اروح؟ يعني اذا شيء بيطلع بالحياه لحني لي انت او ملحنين لحنوا لي، ما عندي حد يلحن لي، انا غير مدلل يعني. وحتى لانه ما بدك اكيد في ملحنين كثير بيحبوا يلحنوا لك. ما لي انا ما احب. الحق عليك مش حق عليهم. اوكي اذا ما يحتاج هذا وقت. الفكره الجديده اللي اجيها بالشعر ما يحتاج وقت. مثلا هي كل اغنيه تاخذ كم يعني؟ السنه الماضيه احنا بدانا في البوم حبيبتي والمطر سنه ونص حتى طلع للناس. ست اشهر احنا في الاستوديو، هلكنا 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 حتى قدمنا حبيبتي والمطر. نحتاج الى جهد وقت كبير، فما صعب علي انه صدقيني عيد ميلادي انا قبل ايام كان اجوا 12 ايلول اجوا 12 سبتمبر كثير. بدك تقول مستر فورتي مستر فورتي يعني في الاستديو مع الموسيقى اجوا شافوني تفاجئوا قالوا عيد ميلادك. قلت لهم هذا عيد ميلادي مع الاستديو مع الاجهزه مع من اجمل ما يكون. مشان هيك قلت الشهره لن تفسدني ولم تفسدني. عرفتي هي تفسد ويبدا العدد التنازلي. إذا هذا اللي تحكيه إذا يومية أنا سهر ويومية لبيت رغبة فلان ورغبة فلان ورغبة فلان ورغبة فلان ورحت سهرت ورحت هي هاي يبدأ العدد التنازلي. يبدأ العدد التنازلي. أنا رجل أحب أحضن الليل بسريري، ما أحب أحضن الليل برا مع يعني أجلس وجو السجاير والدخان. أنا ما أحب، ما مو أنا اللي ما أحب وإنما صحتي ما تسمح لي يعني الحساسية ما تسمح لي اجلس في موقع كلهم هذا يدخن وهنا يدخن وهنا دخان سجاير وما اعرف ايه. هيدا تنازل اجتماعي، بس على الصعيد الفني وين بيكون التنازل؟ لا هو تنازل الفني هذا مو اجتماعي، بالعكس. ليه؟ لان الوقت اللي اقضيه برا مثلا وانا ما استفدت من عنده راح من عندي، حق الناس راح علي، حق جمهوري. لان يعني جمهوري مثلا تجيني واحده عمرها 16 سنه تقول لي انا خايفه عليك، انت ايش راح تقدم بعد انا وليلى؟ انا شو اجاوبها؟ اذا هي تحكي لي بهالطريقه اذا الموسيقى ايش راح يتكلم معي يعني مثلا يعني؟ اذا صار في جمهور واعي يعني، في جمهور واعي يعرف الموسيقى، يعرف وين العمل، ويعرف وين التفاصيل الدقيقه في العمل الموسيقي او في اللغه الشعريه اللي موجوده في العمل الموسيقي. يعني برايك قاسم الفنان عنده خيار؟ نعم. او بيشتغل باوقات الفراغ اللي ما بيكون في حفلات، بيشتغل على نفسه، على موسيقته، على كتابته. نعم. نعم. او بيروح نحو الامور الاجتماعيه يعني السهرات والعشوائيه. هي ضروري مثلا انا البي دعوات في مثقفين في اقلام جميله في البلد تكتب، المفروض هذا عيب انا اسميه فيها. خلينا نحكي عن التنازل. هذه واحد، هذه تختلف عن الجلسات الاخرى اللي احكي لك عنها. الجلسات الاجتماعيه اللي تحكين عنها انت مثلا، انا من يكون عندي اصدقاء وناس فعلا افتخر في انه هذول اصدقائي، ناس مهمين في المجتمع، ناس مبدعين، ناس قيمه عاليه انه يفيدون بلدهم ويفيدون ناسهم. انا لي الشرف انه انا ادور على صداقتهم، صدقيني انا ادور على صداقتهم، ولكن مرات الخجل يمنعني انه انا اتصل في شخصيات فعلا انا معجب فيها. الخجل يمنعني. مين مثلا طالع عبالك تتعرف؟ كثير كثير كثير، ما تتصورين كم يعني، كثير كثير يعني. انا راح يعني وانا خايف انه الزمن لا يمشي علي انه عمرهم اطول من عمري ان شاء الله. اكيد أنا في خايف شخص او شخصين يعني عبالك تتعرف عليهم. كثير ما بدك تقول؟ لا مهما، حتى لا انسى اسماء اخرى أحرق. سياسيين مثلا للاسف يزعلوا من عندي، ما احبهم كثير. أنا رح أقول لك وجهة نظري بالتنازل الفني. مثلا قاسم الساهر يغني في حفلة عرس. نعم. أو في مطعم. نعم. هذا مش تنازل؟ لا. العرس أنا أسعد الناس ولو ما غنيت بحفلات عرس. أنا يمكن ثلاث حفلات فقط في حياتي، أربعة.
ما غنيت، اروح ضيف مرات احيانا، والا ما ندر انه غنيت كم مره يعني. يمكن لا اليوم يعني، اليوم انت اللي وصلت ل... الان يا ما اتصلوا في على الارسال اروح لهم انا ضيف، اقول لهم اروح لكم ضيف. ايه ما احب انه اروح اغني. لا بس اليوم يعني يمكن ما عم بقول انك مطرب مكرس، انت بتغني بمطعم او لازم مسرح؟ لا مسرح لازم. بس احيانا مثلا من تكون صاله باوتيل، نحكي بصراحه يعني مثلا حتى الفنان حتى يعمل اللي يريده، حتى يصور حلو، حتى يسجل، حتى في حفلات، في حفلات تقام بالوطن العربي للدولة لازم أنا أصرف من عندي. يعني مو بس مجرد أنه أنا ما أتقاضى أجور، ما أتقاضى أجور وأيضا أضيف أجيب فرقة أكملها من عندي حتى يطلع المنظر على المسرح. فنان محتاج يلبس، محتاج أن يعيش. لو ما غنى حفلات اللي تحكين عليها كم حفلة هذه بالسنة، يمكن كم حفلة على 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 عدد الإيد، صعب يكمل مشوار حياته بشكل صح. حتى كاظم الساهر بحاجة لحل حفلة هالنوع. شنو موردي أنا غير إذا ما أعمل حفلة؟ أعطيني مورد آخر مثلا. مثلا مهرجانات؟ لا بدون مقابل مهرجانات، بدون أي مقابل. هذا يسموه أجر رمزي. أجر رمزي يعني أتمنى مثلا يوم الأيام يعرضون مثلا جرش كم يعطي الفنان مثلا يعني، او مثلا قرطاج كم تعطي الفنان؟ ما بعرف انت بدك تقول لي يعني ما حد، لان هذا يسموها، هاي حتسموها حفلات دوله. هذه حفلات يعني، هذا يسموه مسرح ثقافي يعني. لما يبيعوا التذكره اجر رمزي، انا كيف اطلب عليهم اجور؟ مجرد مرات اطلب، نطلب يعني مدير اعمال يطلب بس الفرقه، الفرقه يعني الفرقه، انا اجيب معي 40 50 عازف كيف انا؟ يعني في فنانين كبار في العالم العربي رفضوا يغنوا في مطاعم، يعني بغنوا فقط في المسارح. ما في احد رفض، في نوع غنى ما يصلح للمطاعم، حتى نكون اكثر صراحه. ماجد الرومي غنت بالمطعم؟ صعب تغني قصائد في المطعم. ليه؟ لون الغناء اللي تغنيه مش من المطعم، يعني مش فيها الشرقيه، هي اكثر قصائد وقريبه على الاوبرا، صعب. أنا بقول هي رفضت. هي رفضت طبعاً. يعني هي ما قدرت تتنازل بهذا الموضوع. لنحكي بعد بشخص يعني أهم بكثير طبعاً من كل ما هو موجود للأسف، يعني يمكن اللي نحن نعتبرها الأولى في كل العالم العربي، اللي هي فيروز، اللي هي تمثل وطننا طبعاً. يعني ما بحياتها غنت بمطعم. لا بس من ترجعين استعرضين تاريخ الفنانين كلهم غنوا، من العمالقه اللي ببالك انت اقول لك هذا غنى، هذا غنى، هذا غنى، هذا في بدايه حياته، من ببالك؟ بس انت مش في البدايه، انت في القمه اليوم. ان شاء الله السنه القادمه ما راح اشوف فيني اغني ان شاء الله. ما بتغني؟ شو بدك تعمل؟ لا انا ما بدي انك ما تغني. لا انا قبل 4 سنوات كانت هذه امنيتي، مو الان، قبل 4 سنوات، حتى من لو في برامج في اعتقد في لبنان، قلت لهم انا امنيه حياتي انا اعمل لي مسرح اعرض فيه، يجوني من كل عالم، انا هاي امنيه حياتي كانت. انا معاكي يعني، انا مثلا اجي اغني وناس تاكل وناس، معاكي انا معاكي يعني، يعني فعلا مرات اخجل كثير من نفسي، ولكن في جمهور صار يقول لك انا ما اجيك على المسرح، انا اجيك اجلس اسمعك في قاعه بمطعم في باوتيل. بس غلط، انا معك انه غلط. كاظم الساهر نحكي شوي كمان عن نزار قباني، كيف التقيت فيه اول مره وقنعته يعطي قصائد؟ لانه يقال عنه كان صعب يعني بهالمعنى هيدا. ايه هو يحب شعره لدرجه انه اذا اللحن ما حلو يقوم الدنيا. يعني في صدفة في سوريا كنت، كان عندي حفلة اللي ما تحبيها انت، حفلة في مكان، شفتي احيانا هاي المكانات احيانا كان في سوريا في اوتيل اعتقد، وكنت قلت لهم راح اسمعكم مقطع من اني خيرتكم كيف اختاري الشاعر نزار قباني، وانا اتمنى عليكم لان اذا اي واحد من اصدقائه
دائما في حتى في الإذاعة أقولها، يعرف تليفون، يعرف عنوان، أنا بدي أحاول أتصل فيه مش ما لاقي، صار لي سنة أبحث عنه أكثر. فأثناء من غنيتها طلع من أقاربه موجود في الصالة، موجودين في الصالة، أخذوا نسخة من الأغنية واتصلوا فيه، قالوا له واحد عامل لك إني خيرتك بشكل، واحد من العراق اسمه كاظم الساهر، اتصل فيا وقال لي هذا تليفوني سعد نزار. اتصلت فيه أول سنة ما حصلته، بعد فترة طويلة حصلته، قلت له أنا كاظم ورحب بي ترحيب، قال أنا سمعت الأغنية وأحييك، كيف عاملها بهالطريقة أنا فرحتني كثير ولكن زعلان منك. قلت له أنا زعلان من عندي. قال كيف تغنيها بالحفلة؟ قلت له والله غنيت الحفلة برايفت يعني خاصة بسيطة يعني ما كنت، لكن سجلوها وسربوها للسوق الله يسامحهم، مثل ما سربوا لي حوالي يمكن 20 شريط في السوق هو كله مزور. قلت له بس أنا بعد مكملها كلها. رحت سجلتها بالاستديو لياس رحباني، ما أجمل العائلة هذول سوري. نعم. سجلتها وتليفون بيني وبينه وبعثت إياها بالكاسيت، قال لي تخليها فيها مقام عراقي، وهذا قلت له صعب أخليها فيها مقام عراقي في الحضيض. المهم سمحها، قال لي أنا أحييك والآن حكتب أنا الآن عرفت ليه ما أعطيتها قبل 25 سنة هاي الأغنية لأحد، الآن عرفت ليه ما أعطيتها. مين أصله كان؟ يعني ليه ما أعطاها؟ إنه الآن أعطاها بالمكان الصح، أنا هاي كبيرة علي الكلمة يعني، فعلا محفز إنه أن أعمل لقصائد أخرى. فكنت صرت أروح له على البيت كم مرة، رحت زرته على البيت كم مرة، رحت زرته على المستشفى مرة، كنت في مطار بلغاريا ما أعرف فين، بالتليفون اتصلت فيه سلمت عليه، قال لي أنا حاط ضامنك أغنية كثير راح تعجبك، سمعني النص وبعثها، قال لي اركنها. قلت له ليه؟ قال لي أنا ما سمعتك، سمعت جوابك بارد كان يعني ما كان ما كنت متحمس كثير، خذ هاي الأغنية الثانية اللي هي زيديني عشقك. وبدأنا بدأت أسمعه أو بعث لي، قلت له أنا من الأغاني اللي معجب فيها قصيدة الحزن اللي هي سماها مدرسة الحب على من يحبك، قلت له أنا معجب فيها العمل راح أعمله فيه، قال لي يلا أعمل، وبعثت لي كاسيت، قال لي هو هذا كاظم الساهر. زعجك بشيء يعني كان يتدخل بالألحان؟ كان يتدخل. زيديني عشقا عندنا تسجيلها، سجلناها وتعبنا ورحنا جبنا مرة ثانية، شطبناها كلها ورحنا جبنا مرة ثانية، ضاف لي أحلى امرأتي بين نساء الكون أحبيني. ما يزعج، بس لقيت الإنسان اللي هو أدق مني يعني. كم قصيدة بعد عندك لنزار قباني عندك حقوق فيها؟ كثير؟ لا ما كثير، أنا عندي واحدة اللي كتبها آخر شيء مخصوص لي يعني حتى أغنيها، اللي هي اسمها الحب المستحيل، هاي ما حد عنده ولا بديوان ولا هذه إلي خاصة. طيب وأنت تقدر تاخذ هلا من دواوين والبدك هيك لو في قصائد؟ إي لو حصلت موافقة من مدام هدباء بنته الكبيرة اللي هي مسؤولة الآن، لو أعطتني موافقة أنا. كان ياخذ حق القصيدة نزار قباني؟ مفروض طبعا، يعني أنا مثلا كنت ما بدي أغني أي شيء إذا ما أتصل فيه، لأن للأسف عملوها كم فنان يسجلوا من الدواوين ينزلوا، حرام يعني حرام يعني. أنا لما أعطي حقوق الشاعر هو يكتب بياخذ حقوقه، لازم المفروض على أعماله يعني، ما عنده عمل آخر. أنت صار التحول الكبير بحياتك برأيك؟